السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا إخواني يا عشاق ومحبي طاء الحسون؟ أسأل من الله عز وجل أن تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة محبي طاء الحسون. هذه القناة متخصصة بطاء الحسون المعروف بالمقنين أو سطيلة. أتمنى من عند الله إن أعجبكم المحتوى أن تشاركوا معنا في القناة وتدعمونا لكي نضع لكم محتويات جديدة. ولا تنسوا تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد. ومن لديه أي استفسار أو اقتراح يكتبه لنا في التعليق، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله أحبابي. هنشوف هنبدأ لكم بعد ما تهد الميسوق هادي. هنشوف ما كتخاف. إيوا هنشوف شو هاي الحرية، ولكن ما عندي ما ندير لها. عجبات هاد البلاصة هادي، شنو غنديرو لها؟ ما عندي ما غندير لها. المهم إخواني، السلام عليكم. أسأل من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير. هاتشوما وسير هاي الشاف. أنا اليوم كان نظف السجنة ديالي بالقفوزان مسائل. كنحاول نظف سجنة. هدي واحد انتي وادي كتبلبل عليا هنايا. وعليكم السلام خويا، بخير هاني، صحة لاباس، كلشي مزيان الحمد لله. سوا تو الموند بخيرين اخوان، لاباس عليكم، صحة لاباس الحمد لله. الله يبارك فيكم اخوتي يحيى الحباب. صافا كلشي مزيان بخيرين، كدير مع الويكاند كلشي بخير هانين، صحة لاباس، كلشي اون فورم. با خالد صحة، لاز. وعليكم السلام، الله يبارك فيك خويا جمال بخير. كبيدة ديالي مدام لاباس عليك، راك ساتين ديريكتا. الله يرضي عليك الله يرضي عليك، اللهم اجمعنا في الجنة. خوت نطلب منكم واحد الطلب إلى جات على خاطركم. أنت سيف الدين، ها واحد النتوة ديال الميسو وعييت أخويا مجري عليها. والو مبغاش تمشي بحالها. أنت هاهي كتشلبط ليا عاوتاني في الماء. عندنا اليوم الشتيوة هنايا، هاهي ترجع عاوتاني. ما فهمت فيها والو. نات زيد هاي ترجع عاوتاني، خرج الحرية وترجع بحالها. وما فهمتهاش انا تخيتي. لا اله الا الله. انا اخويا اليوم عندي النظافة، واخا غتشوفو كنظف اخوتي. انا كنظف على السيمانة صحيبي، ما بقيت نظفش ما والو. كنظف ويا بالك كتدور لي. زيد بغيتها سيف الدين. غندير داك الصون ديال الحمام ديال الفوا. جدي نطلقوها من عندك تما، شوف واش غترجع ولا لا. قالي شحال تعطيها نوصل لك هاد الرجل لعنقك ياك. انا خويا انا النظافة دابا نوريكم هادشي كيدير باغا تعوم. زيد لنا ها واحد كاين كان بريزر قريب يوجد سيف الدين. انت هو عرفتي دوك الكالابريز شي هو.
بغى تدوج بغى تدوج مسكين. ها زيد يلا زيد زيد دخل 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 قاتل بابك الجوع. ها الدور لي بسم الله باب سيركل سي هاكا سيبتي هناك هاد الشنبورة هادي جات عندك شي علاش كدير لي هاد الحالة هادي فهمتي؟ وطلقت اخويا طلقت واحد الجوج مشاو هادي اللي بقات هنايا مبقاوش رجعو كنت سمعت الطوطويط ديالهم ولكن من بعاد هادي هادي ما عرفت اخويا هادي
شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.